أتوجه لك وأتوجه للشعب الفرنسي بالتحية والتقدير والاحترام والتهنئة بأعياد الميلاد، وإن شاء الله تبقى سنة علينا كلنا سنة سعيدة وطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق، ولقيناها منذ وصولنا إلى باريس، وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليمياً ودولياً. ولقد اتسمت محادثات اليوم مع صديق الرئيس ماكرون بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا، التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حالياً، وأكدنا على ضرورة الدفع قدماً لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والنقل والصحة والبنية الأساسية، كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا. ولقد ناقشنا أيضاً فخامة الرئيس أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها. واسمح لي فخامة الرئيس تكاد تكون منعدمة، واسمح لي فخامة الرئيس، والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بها تكاد تكون منعدمة، واسمح لي فخامة الرئيس أخرج عن السياق وأقول في مصر نحن نتعامل مع هذا الموضوع، والمعدلات سواء كانت في الموجة الأولى أو الموجة الثانية هي معدلات معقولة جدا قياسا بالحالة اللي موجودة في العالم كله. وفي المقاصد السياحية أنا بطمن كل أصدقائنا الفرنسيين وكل اللي بيسمعونا إن حتى في المقاصد السياحية زي شرم الشيخ والغردقة بتعتبر منعدمة، مفيش ما عندناش مشكلة في كورونا فخامة الرئيس. تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضي. وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانب الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة، والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر. مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. على جانب آخر، فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب،
ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة. وأنا فخامة الرئيس كنت سبق وقلت قبل كده في حديث، قلت إن عدد المسلمين يتجاوز المليار في العالم، لو 1% منهم فقط، 1 في 1000 حتى، هو المتطرف، فإحنا هنواجه عشرات الألوف أو مئات الألوف من المتطرفين، وده مش موجود. فمهم أوي إن إحنا نبقى يعني نتعامل بهدوء وبتوازن مع مشكلة زي مشكلة الإرهاب ديت، رغم إن إحنا أكتر من تأثر بها. مصر دفعت ثمناً باهظاً لممارسات الإرهاب والتطرف، واستشهد من المصريين مش بس من القوات الأمنية، لا، من كل طوائف الشعب، من كل، حتى أشقائنا المسيحيين دفعوا ثمن في مواجهة هذا التطرف اللي بنعاني منه، واللي بقول إن مصر عانت منه أكتر من أي دولة في المنطقة على الأقل. وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسماً للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية، وفي هذا السياق تناولنا أيضاً جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً. لقد شملت محادثتنا حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للموازنة بين الحفظ الأمن والسلام والاستقرار الداخلي من جهة، وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز، عبر جديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية، خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، فضلاً عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني. من ناحية أخرى، حظت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة، واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم المنظمات الإرهابية، وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة. وفي السياق المتصل، أكدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئ المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس. وشددنا على أن الحل السياسي لكافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوى الأجنبية من ليبيا، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5. كما تم تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. ختاماً، فإنني أعرب مجدداً عن امتناني لدعوتكم الكريمة وتقديري لمناقشتنا البناءة التي أكدت حرصنا المتبادل على مزيد من تطوير التعاون المثمر بين بلدينا تحقيقاً لمصالحنا المتبادلة. وأتطلع فخامة الرئيس إلى استقبالكم في مصر في القاهرة خلال العام القادم كضيف كريم على مصر، عشان يعني نحاول نرد شكل قيم من الكرم وحسن الاستقبال الذي حظينا به في ضيافتكم فخامة الرئيس. شكرا فخامة الرئيس، شكرا جزيلا. وانا مش هكرر اللي قلته قبل كده، لكن عايز اقول، هل تعلمون ان احنا لدينا اكتر من 55,000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي جزء مهم واصيل جدا في العمل الاهلي اللي احنا بنسعى ان هو يكون شريك للحكومة في مع المجتمع المدني. 55,000 جمعية مرخص لها بالعمل في مصر. ثم احنا بنتكلم كمان على ان احنا يعني يا ترى كم منهم اشتكى على ان هو لا يتاح له الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع. نحن دولة بها 100 مليون انسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد في السنة. وعايز اقول يعني اهتمامكم بهذا الامر امر يعني وكأننا يعني نقدم وكأننا لا نحترم الناس، أو إن إحنا ما بنحبش مجتمعاتنا، أو إن إحنا ناس قادة يعني عنيفين شرسين مستبدين. والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق إن أنتوا تتكلموا فيه، لا يليق إن أنتوا تقدمونا به، لا يليق إن أنتوا تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أن هي نظام مستبد. هذا الأمر يعني ولى من سنين طويلة فاتت على أن الدولة المصرية والشعب المصري اللي فيه أكتر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله. ده أمر انتهى، مش موجود. أنا مش عايز أقول كلام يعني يؤخذ على أنه هو كلام حماسي فقط، ولكن أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكتر من 90 سنة موجود في مصر، واستطاع أنه هو خلال هذه المدة أنه يعمل مش قواعد بقى في مصر، ده قواعد في العالم كله، في العالم كله. وإذا كنتوا بتتكلموا على أن أنتوا بتعانوا هنا في فرنسا أحيانا من التطرف، فده جزء من الأفكار اللي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا. يمكن أنا مطالب أن نحمل 100 مليون، مطالب أن نحمل 100 مليون من المصير. زي كنت أتمنى من اللي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا إيه، وأخبار العراق إيه، وأخبار سوريا إيه، وأخبار اليمن إيه، وأخبار لبنان إيه، وأخبار أفغانستان إيه، وأخبار باكستان إيه. أنا ما عندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة، في منطقة شديدة الاضطراب. شكرا. Bonjour. Monsieur le Président, vous avez abordé les questions en Méditerranée ainsi que le Liban. Qu'allez-vous entreprendre comme démarche pour apaiser les tensions et pour préserver la souveraineté dans la région? سيادة الرئيس، موضوع لبنان كان بأولوية أولوية 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 موضوع لبنان كان بأولويات سلم أولويات مصر، وشاركتم في مؤتمر الدعم منذ يومين للشعب اللبناني. أمام الوضع الحالي والانهيار الحاصل،
ما الذي يمكن أن تفعلوه خصوصا أن الشعب اللبناني يشعر اليوم أن العالم العربي تخلى عنه؟ فهل هناك من تحرك تقود مصر أو تقوم به لتقريب وجهة النظر أو يعني لإيجاد مخرج معين؟ شكرا. خلينا نبدأ، وده جزء مهم قوي. احنا لا يمكن ابدا ابدا نتخلى عن اشقائنا في لبنان او في اي دوله عربيه، دي سياسه ثابته لمصر، واحنا دائما على تواصل مع كل اشقائنا في الدول العربيه وخاصه لبنان، وبنشجع على ان احنا ان يتم تشكيل حكومه في اسرع وقت ممكن حتى تتولى مقاليد الامر في لبنان وتاخذ لبنان خارج الازمه اللي بتعاني منها بقى لها فتره طويله. هذا الامر كان محل نقاش طويل قوي مع فخامة الرئيس ماكرون، موضوع لبنان بالذات، واتفقنا على ان احنا نكثف جهودنا، احنا مع اصدقائنا مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم وفي المنطقة عندنا للتوصل الى يعني الى حلول للأزمة في لبنان. يقلمني قوي انك تقولي ان احنا كعرب تخلينا عن لبنان، نحن لم نتخلى عن لبنان، ولكن قد تكون الأمور مضطربة في منطقتنا شوية، ويمكن ده اللي أنا كنت حبيت أقوله في لما جاوبت على السؤال، بقول ما يعني ما تخلوش كل موضوع منفصل عن السياق العام لما يحدث في منطقتنا. لكن لبنان لا، لبنان وكل دولة عربية وليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال والساحل والصحراء، تعود الاستقرار دي استراتيجية مصرية ثابتة. استعادة الاستقرار والأمن والسلام دي ثوابت السياسة المصرية، احنا لم نتخلى، واحنا تحدثنا مع فخامة الرئيس على ان احنا مزيد من تكثيف الجهود. واسمحي لي ان انا اقول واحنا بنتكلم هنا، اذا كان فخامة الرئيس يسمح لي ان انا اوجه نداء من هنا من فرنسا من باريس باسمي وباسم الرئيس ماكرون الى كل القوى السياسية في لبنان، الى كل اللبنانيين المهتمين بشأنه، من فضلكم اعطوا الفرصة لحكومة تؤتي أو تأتي كي تحل ما تعاني منه لبنان، ونحن معكم، نحن مع الاستقرار والسلام والنجاح في لبنان. شكرا. Merci président. Merci beaucoup. On vous remercie. La conférence est finie. Merci. Je suis désolé. Alors, je vois, on me dit qu'il n'y a pas de questions. Il est quelle heure? Je suis désolé. Alors, je vois, on me dit qu'il n'y a pas de questions. Il est quelle heure? Parce que moi, j'ai simplement un rendez-vous avec la chancelière. Ça a commencé. Une minute, alors. دقيقة. يوم السابع في مصر. فخامة الرئيس، يعني إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، أعتقد أن حقوق الإنسان أيضا في مرتبة أعلى وهي المقدسات. لم نسمع من فرنسا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الإعلام الفرنسي أن هناك اعتذارا لما يعني تم في نفوس يعني مليارات المسلمين بشأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الرسوم المسيئة. ولا أعتقد يعني أن هناك يعني فجوة ما بين حقوق الإنسان فيما يعرف في الإعلام الفرنسي وبين أيضا المقدسات، هذه أيضا حسان، ونحن يعني هذا قام عظيمة بالنسبة لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أي اعتذار رسمي ولا على مستوى الإعلام من فرنسا. هذا سؤال. السؤال الثاني، كيف تنظر فرنسا إلى ما يحدث من تركيا من إساءات ومن أوضاع في البحر المتوسط وما إحنا في مصر كان موقفنا واضح في طبعا الوقوف بمنتهى الحزم والشدة وإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية، أي أرضية نختلف عليها لا يمكن أن تكون مبرر أبدا لعمل إرهابي ضد مواطن سواء أو دولة. ده أمر إحنا أدناه عن طريق الخارجية المصرية وعن طريق الأزهر الشريف كمؤسسة دينية تتسم بالاعتدال وتقدم الدين الإسلامي كدين وسطي جيد. اللي أنا عايز أقوله في النقطة دي، وأرجو أن احنا أصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وأرجو يعني أنا مش هاخد المقاربة بتاعت زميلنا اللي سأل وقال أن احنا يعني ده حق من حقوق الإنسان. عايز أقول
هو من حق الإنسان أنه هو يبقى يعتنق ما يعتنقه، هو يرفض ما يرفضه. ولكن أتصور أن احنا محتاجين نتوقف ونتأمل، وأرجو أن الرسالة دي تصل لكل أصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا، حتى في منطقتنا، أن مهم أوي أن احنا وإحنا بنعبر عن رأينا أن احنا ما نقولش من أجل القيم الإنسانية تنتهك قيم دينية. المرتبة بتاعت القيم الدينية أعلى كتير من القيم الإنسانية، لأن القيم الإنسانية هي قيم إحنا اللي عملناها ونستطيع أن إحنا نطورها أو نعمل لها ترشيد في استخدامها. إنما القيم الدينية دي قيم، إذا كنا بنعترف أن الأديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسة فوق كل المعاني وكل القيم. وبالتالي أتصور أن التساوي بين قيم إنسانية ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينية يبقى في أمر محتاج مننا زي ما أقول منتهى الهدوء منتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني إذا كان أنك تقول تعبر عن رأيك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين، وترى أن هذا الأمر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعة لي. احنا بنتكلمش على كل الحرية، بنتكلمش على كل التعبير، بنتكلم عن النقطة دي بس. ارفض ما تؤمنش مفيش مشكلة، ده حقك، لكن انك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الإيمانية أمر. وتصور بالقيم الرفيعة اللي موجودة في فرنسا وموجودة في العالم المتقدم اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الآخرين، ان هو يجرح مئات الملايين ويهنهم في دينهم، أتصور أن ده موضوع محتاج بالراحة وبهدوء أن احنا نفكر فيه ونراجعه يعني. شكراً.